اليرقان أو الاصفرار ما بين الحقيقة والخرافة. هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول هذا الموضوع. سنوضح في هذا الفيديو بعض المفاهيم الخاطئة عن موضوع اليرقان. اليرقان بشكل عام هو حالة مرضية سببها تراكم لمادة البيليروبين في الدم، مما يؤدي إلى حدوث تلون في العينين والجلد باللون الأصفر، وتكون ناتجة عن عدة اضطرابات، قد تكون اضطرابات فيزيائية أو ناتجة عن أمراض معينة. أحد الخرافات الشائعة في هذا الموضوع أن هذا اليرقان هو مرض معدي، لكن في الحقيقة هو اليرقان بحد ذاته غير معدي، ولكن بعض الأمراض قد تكون معدية مثل الإصابة في العدوى الفيروسية. من أحد المفاهيم الخاطئة أيضا أن هناك بعض الأطعمة قد تكون مسببة لهذا الاصفرار، لكن في الواقع الأطعمة ليس لها علاقة في الموضوع إلا في بعض الحالات مثل التقاط العدوى الفيروسية عن طريق الطعام، كمثال التهاب الكبد الفيروسي A، بالإضافة إلى تناول المشروبات الكحولية التي قد يكون لها أثر في المدى البعيد على حدوث تشمع في الكبد وحدوث الاصفرار نتيجة لذلك. اليرقان هل هو مرض خطير أم لا؟ بعض الناس يقول أن هناك أن اليرقان مرض خطير. في الواقع الوضع يعتمد على حسب الحالة المرضية. قد يكون أحد المؤشرات الخطيرة في حال حدوث فشل في الكبد، وقد يستدعي إدخال المريض للمستشفى لإجراء العلاج اللازم، ولكن بشكل عام اليرقان يعتمد على حسب السبب. هناك عدة أنواع لليرقان مثل الناتج عن التهاب أو إصابة الكبد، اليرقان الناتج عن انسداد القنوات الصفراوية، أو الناتج عن تكسر في كريات الدم ناتج عن أمراض الدم المزمنة. أحد الخرافات الأخرى أن هناك بعض الأدوية أو بعض العلاجات المنزلية أو الأطعمة التي تساعد في تخفيف هذا اليرقان. بعض الناس يتناول العسل أو الأطعمة الغنية بالسكر، ولكن هذه المعلومة أيضا خاطئة. اليرقان كما قلنا سابقا يعتمد على معرفة السبب، وبالتالي العلاج بشكل لازم وفعال.